إن شاء الله راح نتكلم في هذا الدرس عن التهاب البلعوم. طبعا عبارة عن حدوث التهاب أو عدوى في البلعوم، وهي منطقة في الفم بالقرب من اللوزتين، في حين أن معظم الناس يستخدمون مصطلح التهاب اللوزتين والتهاب البلعوم للإشارة إلى نفس المرض، إلا أن في حالة التهاب البلعوم لا يقتصر التهاب على اللوزتين فقط، وإنما يمتد إلى البلعوم كامل وتماما مثل التهاب اللوزتين. يمكن يكون سببه البكتيريا، نوع من أنواع البكتيريا اسمها ستار بيتو كوكاس أو الفيروسات، وأن تكون أيضا ممكن ترجع إلى الفيروسات قابلة إلى، يعني ممكن ينتقل المرض من اللوزتين إلى البلعوم بسبب الفيروسات. إلى هنا انتهى الدرس. كان معكم الباحث خالد بن سعود الحليبي، إن شاء الله نشوفكم في درس قادم.